بكم إلى حلقة جديدة من عالم الطاقة، نتحدث فيها عن قطاع الطاقة في السودان. قبل انفصال الجنوب كان السودان ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، ورغم أن إنتاج الخام في السودان وجنوب السودان تراجع بعد الانفصال، بقيت العائدات النفطية ركيزة في الاقتصاد السوداني الذي ما زال يعاني من ضياع الكثير من إيرادات الذهب الأسود. بحسب البيانات المتوفرة حتى الآن والتي تقدمها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمتلك السودان 1.5 مليار برميل كاحتياطي نفطي، بينما يستأثر جنوب السودان بنحو 3.5 مليار برميل من الاحتياطات. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد السودان 55% من إيراداته العامة بعد انفصال الجنوب، إذ تراجعت عائدات تصدير النفط من 11 مليار دولار في 2010 إلى أقل من $1 مليار بعد الانفصال، لتشكل 27% من إيرادات الدولة مقارنة بنحو 60% سابقا. رغم إمكاناته الكبيرة التي تؤهله لأن يكون واحداً من الدول المنتجة للطاقة في العالم، يعاني السودان في مجال إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، حيث لا تتعدى نسبة الإنتاج 1% فقط بحسب الخبراء، كما أن قلة إنتاجه النفطي أثرت بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. تراجع أسعار النفط عالمياً وقلة المنتج من الخام والبالغ 150 ألف برميل يومية عوامل أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد السوداني. الخرطوم فشلت في الحصول على رسوم عبور نفط جنوب السودان البالغ نحو $24 ونصف أو حتى أخذه عينا للاستفادة منه في الزراعة والصناعة، بسبب أن جنوب السودان طالب بمراجعة الرسوم تبعا للأسعار العالمية. السودان كله مستورد خام، وتوسع في مجال المصافي، يتوسع في مجال تكرير المشتقات النفطية، يمكن أن يرفد القطاعات الاقتصادية الأخرى في السودان زي الزراعة والصناعة والكهرباء. لم تلجأ الخرطوم بالرغم من فقدانها 3/4 إنتاجها النفطي عام 2011 بعد انفصال جنوب السودان للاستفادة من الطاقات المتجددة برغم وجود الإمكانية لذلك. وتقف صعوبة تمويل مشروعات الطاقة البديلة عقبة أمام الاستفادة من إمكانات البلاد في هذا المجال. تمويل صعب جدا، إنه الزول يقدر يتحصل على يعني عملة صعبة يقدر يستورد بها هذه الأجهزة. وسياسات الدعم لمجال الطاقة الشمسية، نفتكر أنها يعني ما في دعم حقيقي من هذه السياسات لتشجيع الاستثمار. ضعف الإنتاج النفطي وعدم الاستفادة من الطاقات البديلة أضر بالكثير من القطاعات الاقتصادية المنتجة. يبدو أن السودان ما زال بعيدا عن الاستفادة الكاملة من الطاقات البديلة والمتجددة رغم توفرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة لفتح المجال أمام الاستثمارات للاستفادة منها سواء في مجال النفط أو الطاقات البديلة والمتجددة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم. وللمزيد حول النفط والغاز في السودان تنضم إلينا عبر الهاتف مديرة الإعلام في وزارة النفط والغاز السودانية شادية عربي. السيدة شادية، أهلا وسهلا بك، شكرا على هذه المشاركة معنا. بداية، لو تضعينا في صورة إنتاج النفط في السودان اليوم، كم يبلغ هذا الإنتاج وكيف يقارن بالمستويات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة الخبير أمين. الإنتاج في السودان اليوم ما بين 110 إلى 120 ألف برميل يوميا، مقارنة مع إنتاج ما قبل الانفصال 500 ألف برميل في اليوم. والمقارنة هنا واسعة جدا ما بين تدني حقوق السودان من خلال انفصال الجنوب. نعم سيدة شادية، طبعا السودان يتقاضى رسوم عبور من نفط الجنوب عبر أراضيه، كم تبلغ هذه الرسوم أو كم بلغت في عام 2016 حتى الآن، وكيف يتم الحصول عليها؟ السودان يتلقى رسوم عبور النفط من دولة من نصيب حكومة الجنوب عبر الأراضي السودانية، ويأخذ هذه الرسوم في حالة عدم الدفع نقدا، يأخذ هذه الرسوم في شكل خام عيني كما نصت عليه اتفاقية أديس أبابا.
وبالتالي تصبح حصة السودان من النفط الخام زيادة شوية، باعتبار أن السودان بحاجة إلى مزيد من الخامات لمقابلة الاستهلاك المحلي ومقابلة إنتاج الكهرباء. وبالتالي هناك الشركات المستثمرة في الجنوب تدفع حصتها مرسوم عبور النفط، وقد بلغت خلال النصف الأول من العام 275 مليون دولار. سيدة شادية، هل سيتم تعديل هذه الرسوم؟ لأنه جنوب السودان طالب أكثر من مرة بهذا الموضوع مع تراجع أسعار النفط، ويهدد أيضا من وقت لآخر بوقف الإنتاج وبالتالي وقف نقل النفط عبر السودان. من المؤكد من مصلحة السودان وجنوب السودان أن يستمر تدفق النفط عبر الموانئ السودانية، وبالتالي أصدر الرئيس عمر البشير قرار بمراجعة هذه الرسوم. الرسوم تنقسم إلى قسمين، فالرسوم السيادية تبلغ 15 دولار للبرميل، ودي رسوم عبر عنها المجتمع الدولي بأنها هي رسوم تعويضية، وهناك 9 دولار للبرميل رسوم العبور، دي التي يتم فيها المراجعة، وتم تشكيل لجان من حكومة الجنوب وحكومة الشمال، وهذه اللجان تحكم على دراسة تخفيض هذه الرسوم، وما زالت هذه اللجان في نهايات أعمالها. نتمنى أن تصل اتفاق بين الجانبين. سيدة شادية، بالنسبة لإيرادات الإيرادات النفطية ودورها في المالية العامة للسودان والاقتصاد السوداني اليوم، كيف تغيرت؟ بكم تساهم في الإيرادات العامة إذا كان لديك تحديث للأرقام؟ من المؤكد أن السودان تحول إلى دولة مستوردة للخام، وبالتالي ليس هناك إيرادات نفطية تدخل للخزينة العامة. طيب، هل هناك خطط يعمل عليها السودان لسد هذه الثغرة في يعني إيراداته العامة وتقليل الاعتماد أيضا على رسوم عبور نفط الجنوب؟ لأنه حتى جنوب السودان يعني قال أكثر من مرة أنه يدرس خطط بديلة ربما لإنشاء خط أنابيب يعبر في دول إفريقية أخرى لنقل نفطه. الاتفاقية مع جنوب السودان أمدها محدود بثلاث سنوات، تنتهي بنهاية العام 2016، وبالتالي يبقى هناك الباب مفتوح على مصراعيه لاحتمالات أخرى، ولكن بناء خط لأي دولة ثانية من جنوب السودان يستغرق من عامين إلى 3 أعوام، وبالتالي لا يكون هناك قرارا آنيا الآن سيؤثر على الشمال، حتى إذا كان هناك نية أو اتجاه لبناء خط آخر. من المؤكد أن هذا الخط يحتاج إلى مال ويحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى زمن، وبالتالي تصبح أي قرار لدولة حكومة السودان في إعادة تصدير نفطها عبر أي دولة أخرى مسألة مرهونة بالزمن وبالتمويل وبالتنفيذ. طيب سيدة شادية، يعني ما الذي يقوم به السودان اليوم ليجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة لديه، لا سيما قطاع النفط والغاز؟ أعلن وزير المالية وزير النفط أكثر من مرة أن ما يستغل من الغاز المكتشف من النفط المكتشف لا يساوي أكثر من 11 إلى 12%، وبالتالي أرض السودان حبلى بمزيد من القامات، يحتاج إلى مزيد من الشراكات ولتوسع شراكاته النفطية مع دول أخرى. وأعتقد أن الأسبوع الماضي قد تم تجديد اتفاقية مع دولة الصين لمزيد من الاستثمار والدخول في مربعات الجديدة المرخصة التي تعتقد أنها هي بين 7 إلى 8 مربعات نفطية في أنحاء السودان المختلفة، يمكن أن ترصد إنتاج السودان بمزيد من الخامات. طيب، هل هناك خطط أيضا ربما لتشجيع القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا المجال، لا سيما في مجال التكرير؟ من المؤكد أن هناك شركة جديدة تدعى شركة الراوات، هي جزء من الشركة الوطنية للبترول سودابيت. تعمل هذه الشركة في حقل 26 في النيل الأبيض، يتوقع أن يدخل للإنتاج في العام 2017. شكرا جزيلا لك مديرة الإعلام في وزارة النفط والغاز السودانية شادية عربي.
فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحديث بشأن موضوع الطاقة في السودان والاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. نتحدث اليوم عن الطاقة في السودان، وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم مستشار الطاقة البديلة والمتجددة بوزارة الكهرباء السودانية محجوب عيسى خليل. السيد محجوب، أهلا وسهلا بك في عالم الطاقة، شكرا على مشاركتك معنا. بداية دعنا نتحدث عن إنتاج الكهرباء في السودان اليوم، ما هي الطاقة الإنتاجية وهل تكفي الاستهلاك الداخلي في جميع أنحاء السودان؟ طبعا الطاقة المنتجة في السودان اليوم هي حوالي 3000 بسميها ميجا وات. 3000 ميجا وات دي تقريبا مع الطلب السوداني، يعني تقريبا مع الطلب يعني. فهو ده اللي بيخلي انه السودان يعني دائما في لهس للطاقة يعني. والدول الشبيهة بينا يعني دائما بتكلم بقول الكلام ده، الشبيهة بين السعودية او مصر او بذا، هي يعني تعادل الانتاج بتاعنا ده عشرات المرات. طيب سيد محجوب، ما هي المصادر المستخدمة في إنتاج الكهرباء في السودان اليوم، وبكم تساهم مصادر الطاقة المتجددة بالتحديد؟ والآن طبعا السودان يعتمد تماما على التوليد المائي والتوليد الحراري. يعني التوليد المائي يقارب 50% من التوليد الحراري، أو مرات يصل 60% يعني من التوليد الحراري. يمكن تقول يعني نفس الكمية المنتجة من التوليد المائي هي في التوليد الحراري. ودي طبعا التوليد المائي يعتبر من الطاقات البديلة، فإحنا الآن بنمتلك يعني 50% من الإنتاج بتاعنا توليد بديل أو توليد متجدد، يعني متقولي هو مع مصدر المياه هاي. طيب طبعا الطاقة الشمسية، السودان من الدول الغنية بهذه المصادر، اليوم ما دور الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في السودان؟ ما هي الخطط في هذا الإطار؟ وطبعا وزارة الموارد المائية والري والكهرباء لها يعني خطط طموحة جدا جدا. وأنا طبعا ممكن أقول السودان الآن ما يمتلك شيء بالنسبة لمساهمة حقيقية للطاقة الشمسية في الشبكة السودانية، لكن الخطة الموجودة أمامنا الآن هي 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في خلال من العام الحالي للعام 2020، وفيها 200 ميجاوات من طاقة الرياح. ومعلوم يعني السودان انه بيمتلك كم هائل من الطاقه الشمسيه، يعني احنا التقديرات اللي امامنا مجدوله هي 900,000 ميجا وات، يعني يمكن ما يعادل عشرات المرات اللي بيحتاجه العالم من الطاقه الشمسيه لكل العالم. طيب سيد محجوب، بالنسبة للاستثمارات في هذا المجال، هل هناك خطوات يعني يتخذها السودان لجذب الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والتمويل أيضا لمثل هذه المشاريع؟ وطبعا حقيقة الطاقة المتجددة هي أنا ممكن أقول هي حديث العصر، بمعنى اخر انه يعني حتى في دول كانت يعني ما بتوليها اهتمام زي الولايات المتحده، اما الان الولايات المتحده يمكن يكون همها الشاغل انها تمشي في مجال الطاقه المتجدده. فبالنسبه للسودان بيعمل بكل ما في وسعه، يعني عندنا دراسات لخارطه الطاقه الشمسيه تغطي كل السودان، عندنا دراسات لخارطه طاقه الرياح تغطي كل السودان، عندنا دراسات لطاقه باطن الارض تحدد المناطق اللي فيها ممكن استثمار الطاقة باطن الأرض. طيب ابقى معنا السيد محجوب لنتابع. وكذلك تفضل تفضل. ما بقدر أقول إنه يعني بالنسبة للسودان أنا بفتكر إنه الآن يعني آن الأوان للسودان إنه يكون من الدول الرائدة في هذا المجال. وتعلمون إن أفريقيا وشمال أفريقيا هو يمكن يكون مصدر الطاقة البديلة للعالم في قضون السنين العشر أو العشرين سنة القادمة. يعني العالم الآن فيه يعني على حد عام 2030 يمكن يصل فيه إنه إنتاج الطاقة البديلة في الصين 20% من الطاقة المولدة الآن في الصين، و14% 15%
5% للولايات المتحدة، 14% لأوروبا وهكذا يعني. طيب ابقى معنا السيد محجوب لنتابع هذا الخبر، حيث وقع السودان بروتوكولا مبدئيا مع شركة صينية عامة لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. ووقعت وزارة الكهرباء السودانية مع المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية مذكرة تفاهم لبناء مفاعلات نووية ستساهم في توليد الكهرباء في هذا البلد. وكان السودان أبلغ عام 2012 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم استخدام تقنية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وتقارب قدرات السودان على توليد الطاقة حاليا 3000 ميجاوات، لكن يتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير في السنوات المقبلة. أعود إلى ضيفي من الخرطوم مستشار الطاقة البديلة والمتجددة بوزارة الكهرباء السودانية محجوب عيسى خليل. السيد محجوب، طبعا نستمع إلى رأيك في هذه الاتفاقية مع الصين بالنسبة للطاقة النووية، كم أو ماذا كيف ستنعكس على منظومة الطاقة في السودان عندما تتحقق، وهل السودان جاهز اليوم لمثل هذه الخطوة؟ هو طبعا حقيقة الطاقة النووية هي طاقة يعني أنا بقول من الطاقات الكبيرة بيعتمد على العالم الآن يعني. طبعا عشان الإنسان الناس يدخلوا في مجال الطاقة النووية لابد من تجهيزات وترتيبات. يعني بالنسبة لي احنا كوزارة موارد مائية وكهرباء وموارد مائية وري وكهرباء بنفتكر انه لابد انه نجهز، يعني ندرب الناس يعني، وجهزنا ناس الان بنحاول نجهز ناس في مجال الدكتوراه، في مجال الماجستير، في مجال التدريب العادي. احنا بنبعث ناس باعداد مهول على اساس انه يتدربوا ويتعلموا كيف انه يتعاملوا مع هذه الطاقه. وبنفتكر انه احنا يعني من الناس الدول الممكن يعني تتعامل مع هذه الطاقه بما لدينا من كوادر مؤهله يعني، وسوء أهل في هذا المجال يعني. طيب سيد محجوب، في مجال الطاقة النووية وفي مجال الطاقات النظيفة بشكل عام، ما هي المحفزات التي يقدمها السودان اليوم لاجتذاب المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات للفترة المقبلة؟ وحقيقة بالنسبة للقطاع الخاص، بالنسبة للقطاع الخاص السوداني هو طرق هذا المجال، اقصد المجال يعني مجال الطاقه البديله، الطاقه الشمسيه والطاقه الشمسيه بالذات يعني، ومشى فيها يعني خطوات. طبعا هي ما هي الخطوات الداخل في الشبكه القوميه، لكن خطوات بتفيد المواطن السوداني اذا كان في معاشه اليومي، اذا كان طرمبات المياه، او اذا كان بالنسبه للطبخ، وبالنسبه لدفع المياه اللي بيشربه وكده. فاحنا بنحب انه هذا الاطار نأطره ونخليه ونحفزه وندعمه. الان احنا طبعا عندنا مشاريع داخل الوزاره بان نشجع انه الناس يستخدموا الطاقه الشمسيه، بمعنى اخر انه في شركات يعني ما يخلى مكتبنا من يوم انه شركه عايزه تستثمر في مجال الطاقه الشمسيه، وفي شركات يعني تقدمت لنا بهدايا على اساس انه نعمل لها دعايه في مجال الطاقه الشمسيه، اذا كان لمبات، اذا كان مكاوي، اذا كان شواحن بالنسبه للموبايلات وهكذا يعني. شكرا جزيلا لك مستشار الطاقة البديلة والمتجددة بوزارة الكهرباء السودانية محجوب عيسى خليل. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن قطاع الطاقة في السودان. نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة. إلى اللقاء.